التطورات اللي عم نشهدها بالأسواق العالمية. تنضم إلينا لينا قنوع، محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب. أهلا بك لينا، وخلينا نبدأ من البيانات اللي شهدناها مع نهاية الأسبوع الماضي. بيانات الوظائف، تراجع البطالة 6%، وأيضا ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، جميعها بيانات إيجابية. إلى أي مدى عم تعطينا أي إشارات ربما لإعادة تفكير نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ربما بعملية تحرك جديدة لأسعار الفائدة ب 2021 على خلاف ما سمعناه مؤخرا؟ أهلا بك ميسا. بالفعل كما ذكرتي بيانات قوية، سواء كما ذكرتي من الوظائف الأمريكية وأيضا من الـ ISM، كلها كانت جاءت فوق التوقعات، وأيضا بانخفاض مستويات البطالة. فبالتالي كل هذه البيانات الإيجابية يعني تعتقد الأسواق أنه ربما يكون هناك رفع لأسعار الفائدة قبل عام 2023. لكن الاحتياطي الفيدرالي قال مرارا يعني وضح أكثر من خلال أنه لن يتم رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2023، لأن ما زال أنه في هناك يحتاج لحتى يصل التوظيف بالكامل، وأيضا أنه التضخم يصل إلى مستويات فوق 2%. حتى يتم استهداف كل هذا سوف يضطر أنه أن يقوم برفع الاحتياط الفيدرالي. لو فكر بقيامه بالاحتياط الفيدرالي سيقوم خلال العام المقبل، ربما نشهد عام 2022 انه رفع لاسعار الفائده، لكن في الوقت الحالي لا اتوقع ان يخاطر باي حزم تحفيزي، فسوف يبقى يعني على سياسته التحفيزيه، وخاصه في اخر حزمه ب 2.2 تريليون دولار على خطط الانفاق على البنى التحتيه. فبالتالي لا اتوقع في الوقت الحالي اي تغيير لاسعار الفائده كما يتوقع السوق، وخاصه انه عندنا البلوت سبوت اظهره يعني تم رفع اسعار الفائده حسب البلوت سبوت. فبالتالي لا أتوقع أنه بالتالي حزم التحفيز اليوم، إلى أي مدى الحزمة الثانية المتعلقة بالبنية التحتية يمكن تمريرها برأيك هذه المرة كما شهدنا بالحزمة الأولى لتريليون و900 مليار دولار؟ يعني اليوم الحزب الجمهوري إلى أي مدى يمكن أن يعطي موافقة كاملة على تمرير الحزمة؟ بالنسبة لتمرير الحزمة كما حسب 1.9 تريليون دولار سوف يتم تمريرها، سواء وافق الجمهوريين أم لم يوافق الجمهوريين. لا يعني تمت الموافقة من قبل على تلك الحزمة ب 1.9 تريليون دولار من قبل الديمقراطيين، لكن توقعات انه ستحتاج بعض الوقت، لن يعني ستحتاج اجراءات طويلة حتى يتم تمريرها. ربما يعني ستتغير خطط الانفاق، ويتوقع جو بايدن انه ان يحصل على موافقة ايضا الجمهوريين، لكن سوف ربما تحصل بعض المعارضة من قبل الجمهوريين الذين لا يريدون تمرير هذه الخطة، يمكن يكون في تعديل على خطة الإنفاق فستحتاج بعض الوقت. نعم، الأسواق الأمريكية يمكن احنا شفنا حققت ايضا مستويات قياسية بترقب لهذه الحزمة لينا. اليوم الى اي مدى ممكن تستمر برأيك الأسواق الأمريكية؟ يعني شفنا الداو جونز عند 33000 نقطة، كذلك تابعنا الاس ان بي وصل لمستويات ال 4000 نقطة بأعلى مستويات تاريخية. الأسواق الى اي مدى عم تتلقى اليوم هذه الحزمة التحفيزية بهذا النشاط اللي عم نشوفه من قبل الصناديق والمستثمرين؟ بالنسبة للحزم التحفيزية كما ذكرتي أنه هناك في توجه، شفنا الأسهم الخاصة المرتبطة بقطاع التصنيع والصناعة عم نشوف عليها ارتفاعات، لأن هي الخطة اللي أقرها جو بايدن على خطة الإنفاق، هي موجهة بهيكلية وبتحظى بدعم شعبي كامل، يظهر أنه سيتم تمريرها. فبالتالي هذه الحزمة تدعم الأسواق الأسهم الأمريكية، وأيضا لا ننسى البيانات الإيجابية جدا الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك توقعات بأن يكون تعافي اقتصادي وخاصة خلال النصف الثاني، أتوقع أنه هناك استمرار وارتفاعات لأسواق الأسهم سوف تكون متتالية، وخاصة شفنا الـ S&P 500 عند أعلى مستوياته القياسية عند 4000 نقطة، وأيضا مستويات فوق المؤشر داو جونز 33000 نقطة. توقعات للـ S&P 500 أن يستمر في الارتفاع، ربما نصل إلى مستويات فوق الـ 4100 نقطة، أيضا للداو جونز احتمالات أيضا الارتفاع واردة فوق 33000
33,533 1600، لكن يجب بعد ما فنيا إذا تحدثنا حافظ على مستويات فوق 33,000، وبالتالي 32,500 لو تتم الثبات فوف نرى الاحتمالات واردة ونصل لمستويات 33,533. الذهب اليوم ما زال عم يتلقى أيضا يعني بعض الدعم من هذه التحفيزات اللي عم نشوفها بالنسبة للسيولة اللي ممكن تدخل إلى الأسواق. البقاء فوق مستوى 1700 دولار، هل ممكن توقع عملية جني أرباح أسرع بحال عدم الموافقة على هذه الحزم التحفيزية؟ هلا بالنسبة للذهب كما ذكرتي حزم التحفيز هي عامل إيجابي لارتفاع أسعار الذهب، لكن من جهة أخرى عم نشوف البيانات الاقتصادية الإيجابية لا يعني ما بتصب بصالح مصلحة الذهب، لأني بس لا ننسى أنه ربما نشوف نطاقات ضيقة لأسعار الذهب وربما نشهد انخفاضات، لكن ذكرتي خلال التقرير أنه مستويات الدعم النفسي عم يحافظ عليها فوق 1700 دولار. ليش؟ لأن أيضا لا ننسى أنه التضخم منخفض في معظم البلدان، فتوقعات على المدى القصير انه نشوف بعض الانخفاضات نتيجه التضخم المنخفض، نتيجه انه البيانات الاقتصاديه الايجابيه من جهه اخرى، فكلها لا تصب بصالح الذهب، لكن على المدى الطويل ما زالت احتمالات ارتفاع وارده، لان حزم التحفيز الامريكي لو تم تمريرها بالاضافه ل 1.9 تريليون دولار، نحن عم نتحدث عن 2.2 تريليون دولار، يعني اجمالي الحزم التحفيزي من بدء جائحه الكورونا نحن نتحدث عن 5.6 تريليون دولار، فتوقعات ارتفاع التضخم ربما نصل إلى مستويات أكثر من 2.4، يعني سنرى بوقت قريب ارتفاعات للتضخم نتيجة تلك الحزم التحفيزية، وبالتالي سوف يكون ارتفاع للتضخم، بالتالي سوف نرى مستويات للذهب مرتفعة، ربما نصل إلى مستويات إذا اخترقنا مستويات 1730 ربما نرى 1750 ل 1760 1800، وهبوطا لدينا 1750 1750. نشكرك لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.